لو قلت لك ان في كتاب مكتوب بالدم والجلد بتاعه مصنوع من جلد الموتى هتصدقني؟ لو قلت لك ان الكتاب ده اللي هيقراه اما انه يصاب بالجنون او القتل هتصدقني؟ النهارده هاخدكم في رحله وهحكي لكم عن كتاب بيعتبر اخطر كتاب في تاريخ البشريه، مفيش حد قدر يقراه او حتى يقدر انه يوصل له لانه موجود في مكان سري وبعيد تماما عن ايد الناس، وبيتقال ان عبر التاريخ قدر بعض الاشخاص انهم يوصلوا الكتاب ده وقدروا انهم يلاقوه ويستخدموه في افعال بتضر البشر، بس للاسف مجرد انهم لما بينتهوا من قرايته اما انهم بيصابوا بالجنون او القتل في ظروف غامضه، لدرجه ان صاحب الكتاب نفسه اتقتل في ظروف غامضه، وهقول لكم اتقتل ازاي بس في اخر الحلقه. وفي ناس معتقده ان اخطر كتاب بيتكلم عن السحر والشعوذه هو كتاب شمس المعارف، ولكن احب اقول لك يا عزيزي ان الكتاب اللي هنتكلم عليه النهارده اخطر بكتير من كتاب شمس المعارف، وهتحس بخطورته لما اعرض لك بعض من صفحاته قدام شويه. ده غير الطلاسم اللي موجوده في الكتاب اللي لو ركزت فيها هتحس ان في حاجه بتشدك بطريقه غريبه، علشان كده مش عايزك تركز معايا جامد، ولكن ركز بس في المعلومات والقصص اللي هقولها لك عن الكتاب. اما لو انت بقى من اصحاب الامراض المزمنه او شخص بتخاف فما انصحكش انك تشوف الفيديو، لانك بالتاكيد هتخاف ومش عايز الفضول ياخدك وتروح تدور على الكتاب ده لأنك مش هتلاقيه، لأنه موجود في مكان سري زي ما قلنا، وهقول لك هو موجود فين، بس اصبر عليا لما ندخل في الموضوع. النهارده بقى هنتكلم عن كتاب العزيف، أخطر كتاب في تحضير الجن والشياطين، ومش أي جن ولا أي شياطين، لا 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 لا، ده كبار مردة الجن والشياطين، يعني من الآخر كده الحلقة ديت مرعبة لأبعد الحدود. ويلا بقى كفايه رغي ونخش في الحلقه على طول علشان ما تزهقوش مني. مبدئيا كده يعني ايه كلمه العزيف؟ كلمه العزيف في اللغه العربيه معناها صوت الحشرات ليلا، وديت الاصوات اللي كان العرب بيعتقد زمان انها اصوات الجن والشياطين. كتاب العزيف هو اكثر الكتب رعبا في هذا الكوكب لانه موجود فيه طقوس واسرار ممكن توصل اللي بيقرا الكتاب ده للجنون او القتل. ومؤلف الكتاب بنفسه قال ان الكائنات اللي موجوده في الكتاب بعيدة كل البعد عن الإدراك البشري، لدرجة إن التفكير فيها أو النظر إليها لمجرد لحظة ممكن إنه يشوش عقلك. ده غير إن الصور اللي مرسومة في الكتاب هي صور حقيقية للجن والشياطين. وقصة الكتاب ديت بتبدأ من اليمن لما اتولد شخص اسمه عبد الله الحزرت، وأنا عارفك هتسألني يعني إيه الحزرت، وأنا هرد عليك وأقول لك أنا مش عارف زي كتير من الناس، لأننا فعلا مش عارفين الاسم ده جاي منين. اتولد عبد الله الحزرت في بلد صغيرة في اليمن وكان بيحب الشعر جدا، ولما كبر شوية بدأ انه ينشر افكاره حوالين الناس، والناس كانت بتستغرب جدا من الافكار اللي بيقولها لدرجة انهم اطلقوا عليه الشاعر المجنون. الحزرت كان كل همه وشغل الشاغل هو انه يكتشف اسرار الكون، وخصوصا الفترة اللي كانت قبل سيدنا آدم، لأنه سمع عن مخلوقات كانت عايشة في الفترة ديت، وهو كان عارف إنه مش هيوصل للأسرار ديت إلا إذا استعان بالجن علشان يحكوا له إيه اللي كان بيحصل في الفترة ديت، وعلشان كده قرر إنه يلف كل البلاد العربية بحثا عن هذه الكائنات، وقدروا انه يسافر لمصر وبابل والبلاد اللي كانت ليها حضارات قديمه، لحد ما استقر به الامر في صحراء الربع الخالي وفضل قاعد فيها 10 سنين، وهناك الف الكتاب بتاعه اللي هو موضوع حلقتنا النهارده. المفروض ان الكتاب ده بيتصنف على انه كتاب تاريخي، لكن المعلومات والطلاسم اللي فيه خلته كتاب بيتكلم عن السحر والشعوذه. ومن القصص الغريبه المذكوره في الكتاب هو ان كان في مجموعه من الجن اتجوزوا مجموعه من البشر وخلفوا ذريه عاست في الارض فسادا، والكلام ده قبل طوفان سيدنا نوح عليه السلام، لحد ما جه الطوفان وطهر الارض منهم ومن شرورهم. ده غير اصلا ان القصص المخيفه المذكوره في الكتاب خلت الكتاب مشهور زي كتاب شمس المعارف، لكن الفرق بين كتاب العزيف وكتاب شمس المعارف هو ان كتاب شمس المعارف كتاب صريح، اما كتاب العزيف فكتاب بياخد صبغه تاريخيه. واللي ياكد لك ان الكتاب كتاب سحر وشعوذه هي المعلومات اللي موجوده فيه، واللي اصلا ما كانش حد يعرفها قبل كتابه الكتاب ده، وكمان الكتاب اتكلم في احد فصوله عن الكائنات اللي سكنت الارض قبل ظهور البشر، والغريب ان الحزرت قال انه قدر يتواصل مع بعض الحضارات القديمة
زي حضارة نبي الله عاد، وقدر انه يوصل لمدينة إرم ذات العماد، المدينة المذكورة في القرآن الكريم. وطبعا كل المعلومات اللي وصلت للحضرت كان عن طريق ملوك العالم السفلي، وطبعا عبد الله الحضرت استعان بكل ما هو مباح وغير مباح علشان يألف الكتاب بتاعه، لدرجة انه استخدم السحر الاسود. والكتاب عبارة عن 7 اجزاء وعدد صفحاته 900 صفحة، والترجم لاكتر من لغة، منها اللغة اللاتينية والاغريقية، لدرجة ان في العصور الوسطى في اوروبا الكتاب ده انتشر انتشار رهيب، والكنيسة هناك هددت ان اي حد هينشر الكتاب ده هيتم اعدامه. والاغرب من كل ده ان الكنيسة حرقت كل النسخ اللي موجودة ما عدا النسخة الاصلية، واخفت النسخة دي داخل غرفة سرية، ومحدش عرف يوصل للنسخة الاصلية دي الا اشخاص قليلين جدا. وكان من بين الاشخاص اللي قدروا انهم يوصلوا للنسخة دي هو الساحر الانجليزي ليستر كراولي، واللي بعد ما قرأ الكتاب ادعى بانه نبي واسس دين جديد خاص بيه. لكن بعد وفاة ليستر كراولي زوجته اتجوزت من الكاتب الامريكي ليفي جرافت، والكاتب ده معروف عنه انه بيكتب قصص رعب وخيال، وقدر يعرف من زوجة كراولي بعض الاسرار اللي موجودة في الكتاب وبعض القصص المرعبة اللي موجودة في الكتاب، لدرجة ان ادعى ان هو اللي مؤلف كتاب العزيف، وان شخصية عبدالله الحضرت من تأليفه هو، لكن محدش صدق. نيجي بقى لأهم نقطة في الموضوع بتاعنا، هي نهاية الحضرت كانت عاملة ازاي. بيحكي لنا القصة ابن خلكان في احد كتبه، بيقول ان في عز النهار ظهر شبح غريب جدا وبدأ يتصارع مع ابن الحضرت، وده لان ابن الحضرت كان واخد عهد او سر انه ما يقولوش لحد، لكنه افشى السر. عشان كده ملوك الجن قررت انها تتخلص منه، وبالفعل ظهر شبح في عز النهار بدأ يتصارع مع ابن الحضرت لحد ما قتله واختفى، وكأن الارض اتشقت وبلعته. والغريب في الامر ان الناس ما كانتش عارفة انها تدافع عنه، لان الموضوع حصل في اقل من لحظات، والشبح اللي ظهر ده قطع جسم الحضرت الى اشلاء واختفى زي ما قلنا، وانتهت حياة الحضرت بالشكل المأساوي اللي احنا حكيناه. وبهنا تكون انتهت قصتنا، وانتهت معاها قصة الحضرت الرجل الذي قتله كتابه.